كنحتارم وكنبغي اللي يحترمني. والله ما نكذبش عليكم اخوتي. الحين دور الاشهار. نديرو بويضات طيبو. عجنة طويلة خبز محراش. خبز المحراش، عجينة قبيلة، شوية البيض، شوية الحريرة. هذا الشيء اللي قسم الله اخوتي. خليت لكم الراحة، كنبغيكم بزاف. باي باي عليكم. ايه لكتاب مش ناخد واحد العيبة وقيتها بتمام مناسب. انا غادي نشارك معاكم. ندورو شوية نخرجو بالنقلها وغنشارك معاكم واحد اللقطات من العام اللي فات. حيت صراحه العام اللي فات علاش ما شاركتش معاكم فاش كنت سافرت عند اختي؟ حيت فاش يلاه وصلت راه الناس اللي عارفين هادشي. فاش يلاه وصلت مشى ليا التليفون، ماشي مشى ليا، باقي حنا باقيين في باركينغ طاح ليا وانا ما رديتش ليه البال وما عمرني لقيت ليه الاثار. حتى قربت نمشي في حالاتي عاد لقيتو فوق الطوموبيل محطوط. وفاش كان راجل اختي واختي غادي للخدمه لقاو الكاميرا شدات التليفون من الفوق وعرفاتو اختي ديالي حيت كانت كاتبه ديال نمره بنت جيراننا، كنت كاتباها في التليفون لور، كاتباها في ورقه وحاطاها في الجوا. واختي شافت فيها، تحيه لاختي عتيقه، اختي شافت فيها هذو تقول لي المراه ديال اختي، قالت لي راه كانت حيت اختي في الخدمه راه هذا شرحت ليهم صافي. ومني جابتو ليا ما عنديش الحق انني نخدم حيت البلاصه فين كاينه اختي وفين كاين راجل اختي حساسه بزاف، ما يمكنش ليا نبارطاجي اي حاجه. فكان ضروري انني تنخرج عاد. واخا كنت خدامه بتليفون اخر ولكن التليفون كانت الكارت ميمور ديالو قليل. قلت لكم كانوا عندي جوج تليفونات، كان عندي تليفون صغير اللي انا ديت معايا وكان عندي التليفون اللي انا اصلا كنخدم به هذا. فهذا كان مشى ليا ديك الساعات اخوتي، مشى ليا وما عنديش الحق انني نديرو نخدمه حتى نمشي للمطار نورمال. فصافي اخوتي كنت فاش كنت في مكسيكو راه عندي نفس هاد الوقت هذا في الهالوين عندي دي فيديو وعندي شاركت معكم فاش كنت راجعه، راه شاركت معكم
مقتطفات فاش كنت راجعه من حيت خاصني نخرج غير المهم نخرج غير البلاصه فين كنت انا فين ساكنه اختي وفين كاينه ديك البلاصه فين كنا ساكنين. المهم ما بقاش نشرح بزاف، فكان عليا ضروري نخرج وعاد نخدم تليفوني. فالطون اللي كنكون انا في المطار كنخدم تليفوني، ومع العلم ان بزاف ديال التصاور مشاو ليا من ديك في ديك الوقيته، مشاو ليا بزاف ديال التصاور ديال سوفونير فنين انا وماما واختي ودارنا. ديك الساعه كانوا لاعبين المغاربه، وحق الله كانوا دي فيديو فنين فنين فنين. فاش مشيت من المغرب وفاش كنت تماك عند اختي وفاش فين ما كنسافر وكنلعب لقيت ما فهمتش شكون اللي خدا، والبلاصه فاش طاح لي التليفون ما فيهاش الكاميرات، يعني واخا غيقلبوا فاش الكاميرات. وعرفتي بغيت نتفقس شاركت، عرفتي كنت دايره فيديوهات ديك الساعه بزاف، ولكن مشى ليا كلشي مشى لي. عرفتي كنت بقى نشرح نتفقس المهم نكمل المكياج. المهم غنشارك معكم دي فيديو صغارين، لقطات صغارين فاش كنت في مكسيكو، فاش كنت في بنما، فاش كنت بزاف د الحوايج، فاش كنت في امريكا. غنشارك معكم دي فيديو الى 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 لقيتهم في ديك الكارت ميموار، حيت جمعت اللي جمعته ومشى لي. فاش اخوتي واحد المره قلت لكم راه فاش كنتو معايا فاش كنت شريت هاد الماسكارا، ها الماسكارا اللي كنت قلت لكم راه شريتها ليا اختي، ها هي هذه، وهذه راه ماشي هي هذه، هذه شريتها فاش كنت هنا. عرفتوا هذه راه تقطعوا دابا، كانت عندي هذه وكانت عندي نفسها، كانت عندي نفسها في الاحمر، ها هي عرفتي هذه وهذه قسما بالله واعرين صراحه. كاع المكياج اللي كنت ناخذ من عند اختي وهذا هو كله يعني دي مارك، ولكن ما لقيتوش، حاولت انني نقلب عليه لقيت هذه ما زويناش. شحال دوزت ديال تلصق الشفران، لقيت تحيدو شفران لصق شفران، تحيدو شفران لصق شفران، فاش يلا خرجوا في فيليدروم الا كنتو كتعرفوا بنات كازا، دوك الرواسه اللي كانوا لا ماشي رواسه ميريك، كاين شي وحدين منهم من ميريكان كانوا كيلصقوا الشفره بالشفره، وداك الشيء اوريجينال والله العلي العظيم. كنت نشد الرونديف من دو مارس، كنت خدامه في دو مارس، من دو مارس لتحت شفراني كلهم طارو، ما بقيتش على شفراني الاولانيين تبارك الله، بلا ريسيب لا والو. غنغسلها وجهي ونغسل عيني وندير لي مغا هكا بيديا، والله كندير بحال ما كان بحال ما هكا بحال ما هكا، والله كتبان لك عينيا تبارك الله. مبقيتش نلصق حتى الضفران، مبقيتش كنلصق، الا رديتو معايا البال راه كنت كنلصقهم بزاف في الفيديوهات الاولين، مبقيتش نلصقهم حيت ولاو فخاجيل بزاف. داكشي علاش مبقيتش مرا كلمة جوج نطير عند مول عند مولين الدفران عند بوزونكل، كنت معروفة عند بوزونكل هادوك الفلبينيين و كاين شي وحدين من تايوان ومن الفلبين. ديك الساعة كنلصقهم 500 درهم، دابا الله أعلم شحال. خوتي غدايا واجد، كلشي واجد، كنتسنى غير راجلي يجي، مشى غير يتسخر ورجع. مهم هنايا حكيت خيزو، حكيت الخيار وشويه ودريز ديال الثومه صغير، حكيتو مزيان صافي، درت شويه المليحه وياغورت صافي. وهاد الصالاد الاخرى قطعت هنايا غير الخس وقطعت مطيشه، ما درتش ليها ما درتش ليها زعما الملحه وداكشي ديالها صافي. وهنايا ها هو الكرعين ديالي واجد، طريقه تركيه، ولكن درت فيهم ورقه سيدنا موسى، جوج ديال ثلاثه الحبات ديال الهيل والملحه، قزبر، بودره، كمون. المهم صايبتهم بطريقه مغربيه صباح. هنايا سخون، درت هنايا الزرع كيف كتشوفوا معايا، هذا سخون بلاتي نديرو بهذا. هنايا صايبت هنايا الزرع كيف كتشوفوا معايا، ضبط لي الكاميرا سخون صافي. درت غير كيف العاده بحال الشكل ديال الروز، كتشدي الزبده والزيت واحد شويه واحد شويه، وتزيدي عليهم الملحه صافي وطيبيهم. بغيتي تنسميه ب ب ب بكنوره تترمي الروز صافي، من يتشحر تبغي من يتشحر وتلوحي الماء زيدي كنوره، ما بغيتيش تلوحي كنوره كيف كندير انا بعض المرات ملي كنكون دايره هذا
بلا تنقلب. ملي كنكون دايره الدجاج يتشوى في الكوكوط بالملح والكمون، كندير مع الرز ولا الزرع كندير معاهم شويه ديال النسمه ديال الكمون. بحال دابا انا دايره الكرعين، درت النسمه ديال البقري. صافي هادشي اللي درت، واحد شويه ديال الطعم. صافي وهادشي غادي ندخل دابا راجلي صافي نحط الغدا. انا غدايا واجد. علاش قلت بحال ما هكا؟ حيت كاين اللي كيصحابني واش صافي غمقابل اليوتيوب وحاط رجلي على رجل وباكا. لا خوتي، راه انا كنقابل اليوتيوب وكنقابل بنتي وكنقابل راسي وكنقابل راجلي وكنقابل داري وكنقابل مخي وعائلتي. سمعتوني؟ كنقابل مخي وكنقابل عائلتي وقاده بشغلي.